صباح الخير يا بنات، تعالوا بقى اشربوا معايا النسكافيه بطريقتي الخاصه. بصوا بقى جبت ايه. جبت تمن كريمه وتمن لبن بودره، تمام، وبعدين حبه فانيليا وحبه نسكافيه وحبه قهوه. عايز بقى تحطي قهوه، عايز تحطي نسكافيه، بس عايز تجربي كده. جربي. بصوا في الاخر انا ماشيه بقاعده واحده، قاعده العشوائيه، عك وليس وفي الاخر كله بيطلع كويس. لكن فكره التنظيم انا عشوائيه، انا بحب العشوائيه الفطريه، تيجي براحتك في الاخر مش مهم. المهم يا جماعه انا جبت دول وقلت كده اجرب، وجربته وفي الاخر طلع المشروب ده، وعملت منه ساقع وسخن. ادي الساقع نجربه، معرفش هينفع ولا مش هينفع، بس انا قلت اجرب يعني كعادتي. بفضل اخبط ده على ده على ده وفي الاخر يطلع حاجه كويس. بصوا من حوالي كده 15 سنه مثلا ابتكرت كام حاجه، وبعدين الناس بدات تقلدها. يعني نوع من انواع الشالات والكوفيات واللبس اللي هو الحاجات التيروكوليا دوية دي، تمام، بفتله اسمها رمش العين، عملت منها حبه حاجات يا جدعان. ياه دلوقتي لو كنت بعملها كان زماني جبت فلوس كتير قوي. بس في الاخر انا طلعت ام اللفه دي وغير استرزق منها وانا ما خدتش حاجه. مفيش مشكله، عادي عادي، اكيد في ميزان حسناتي كل ده. وطلعت ايه تاني برضو، كم اكله كده كنت بقعد عكع كده في الاخر طلعت اكله حلوه. عارفين الكرنبيت، هبقى مره اعمله لكم بايدي. كرنبيت كده كان زمان اهالينا ايام يعملوه بالقطع كده، انا ما عجبنيش موضوع القطع ده، قمت تك 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 مقطعه وحتى خضره ومش عارفه ايه، وقمت عاملاه بالمعلقه، كان بيبقى طعمه تحفه. انشهرت بيه في العيله اللي انا كنت فيها يعني. وطبعا كله بقى يعمله وبعد كده يقول لك احنا اتعلمنا الطريقه، بس هم مش عارفين ان انا عامله الطريقه. مفيش مشكله عادي، وهكذا في حياتي بقى في اي حاجه بحب اخش واجرب. ممكن حاجه تطلع حلوه، ممكن تطلع وحشه، مفيش مشكله، بس المهم ان انا اجرب، المهم ان انا اكتشف حاجه جديده، مش مهم اغلط، المهم من خلال غلطي بتعلم الصح في المره اللي بعدها. عشان كده دايما بتطور، عشان كده دايما باخد ثقه في نفسي. طول ما انا ماشيه هو مش طعمه حلو قوي، بس على الاقل انا عاملاه بايدي، جربت حاجه جديده، عملت منه ساقع ده كده، ما ادوقه مش بطال. تعمل وشي، وده كمان سخن قوي، سخن وساقع وراه سخن، والدنيا ساقعه. وانا اساسا النهارده، استنى اقول لكم النهارده مش عارفه الجو ساقع عندكم ولا لا. المهم انا ايه، بالليل بقى لقيت الجو بدا يسقع الفجريه كده، وانا طبعا ما كنتش طلعت البطاطين لان احنا قريبين من البحر شويه والبلكونه بتاعي في وش البحر، فالهواء بصوا عمال يسفح 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 ويخش بقى ايه، ويخش من البلكونه. طبعا كنت سايبه البلكونه مفتوحه ما قفلتهاش، فانا سقعانه، فانا عايزه اقوم، عماله ابص كده مكسله بقى، وكنت في يعني رايحه في النوم، فعايزه اقوم كده اللي هو ايه، اروح اجيب انا الدولاب جنبي، عايزه افتح الدولاب عشان اجيب اي حاجه استغطى بيها. فبصيت كده استجيب ملايه ولا حاجه، لا مش قادره بصراحه، اقول لا اجيب مثلا بطانيه من الدولاب، دولاب فلوده الثانيه، دولاب الثاني، فاللي هو لا مش هقوم بصراحه، ومكسله حتى اجيب من اللي جنبي. فقلت انا وبرده سقعانه، حسيت ان جسمي بدا ايه يبرد. قمت عامله ايه، جايبه الملايه اللي انا نايمه عليها وقمت لفاها عليا، وقمت عامله نفسي بصوا لفه نفسي كده ونمت. كملت بقى للصبح. ففكره ان انت تعيشي العشوائيه في اي حاجه في اي حاجه في اي حاجه. تعالى بقى اقول لكم على حاجه تانية عملتها، اوريكم بس البودره الاول بتاع نسكافيه. بصوا انا بحطها في علبه، يعني العلبه بغطا قافلها، بصوا هي كده. ممكن تحطي النسكافيه واللبن البودره والحاجات دي، بس كده ايه يعني تجربي. بصي اعملي اكتر من حاجه، زي ما انا عامله كده مجهزه طبق وقمت حاطه فيه وبدات اجرب وادوق النسبه اللي تعجبني قد ايه، طعمها حلو طعمها مش حلو، طب احط نسكافيه بس، طب بلاش قهوه، تمام. بس في العاده يعني حبيت اجرب حاجه جديده. حاجه تانية بعملها، بصوا يا جماعه العلبه دي فيها ايه، فيها فيل. بص فيها جريسلين على فازلين على زيت شعر اللي هو الفاتيكا، اي نوع بقى اللي انت عايزه، وفي الاخر بقلبهم كويس قوي، وبعدين بستخدمهم قبل الشامبو.
علشان المية مليانة كلور، وكمان الشامبو بينشف الشعر، تمام؟ فانت لما هتستخدميه هيحافظ على مين؟ هيحافظ على شعرك، بيخلي الشعر حلو قوي. استنى اوريك، بصوا مش عارف طبعا انا بستخدمه، فهي مضمات الحبه اللي فاضلين انا على طول بستخدمه، تمام؟ فبتخلي الشعر، بتحافظ على الشعر من الكلور، وكمان بينزل على الوش وبقيه الجسم، فدايما تحس ان جسمك طري مع الوقت. يبقى الكلور ما اثرش على بشرتي، وكمان ما اثرش على شعري، فطول الوقت شعرك ما ينشفش ويهيش، خاصه لو انت طبعا طول الوقت هرياب بالحاجات التفتيح والفرد والحاجات اللي انت فاهمها دي. ما عادش بعمل اي حاجه خالص، سأعيش طبيعية إلى أن أموت، إلى أن أسلم الجثة دي للي خلقها. خلاص، لن ما تيجي ندوق تاني كده. والله حلو، والله بجد حلو، بس ممكن أزود نسبة النسكافيه شوية. يعني بصوا النسبة، أنا طبعا ما حسبتش النسب، بس قلبت كده وخلاص وقلت أجرب. جربوه كده وممكن يعجبكم، ممكن ما يعجبكوش، ما عجبكوش مفيش مشكله عادي، بس جربوا حتى معلقه. يعني بصوا حطوا كده حاجات بسيطه خالص وجربوها في طبق، لو عجبكم اشربوه، ما عجبكوش خلاص عادي مفيش مشكله. ادينا جربنا حاجه جديده. صباح الفل عليكم، ودايما عيشوا موضوع يعني احيانا الالتزام الشديد بيبقى رخم، والعشوائية الشديدة بتبقى رخمة برضو، فخليكوا في الوسط. أنا ملتزمة بحتة تنظيمية، لكن كل فترة أكثرها، كل فترة ما خلينيش نمطية، ما خليش التكرار يوصلني لنقطة الملل مني أو من الآخر. فبالتالي هنا هتكوني دايما شخصية متجددة، اقعدي دعبسي كده هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، مش لازم يطلع حلو. فكرة ان انا هبحث عن المثالية او عن التنظيم الزايد او انا اكون احسن حاجة في كل حاجة، مش حد احسن حاجة في كل حاجة يعني. بس اجاوب لك على كام سؤال كده البنات كانوا بيسألوا لي. ميسا المصري ما بتخافش انها تخش في حته الغرور، خصوصا انها بدات الناس تعرفها وكده، او الكبرياء، او خافت، ما خافتش يعني على نفسها. وبص، انت عارفين المنطلق اللي انا ماشيه بيه؟ طب اعمل لكم فيديو لوحده عشان ما نلخبطش ده على ده، هعمله في الفيديو اللي بعد. سلام عليكم.